أخبار اليوم. الحزن الشديد وأشارك فيه شعب فرنسا، وأيضا أن أعبر عن روح احتجاج عالي أن يأتوا إلى هذه الأرض لكي يلوثوا هذا البلد بجرائم لا تغفر. شكرا. المصريين أبدوا رأيهم أنه استعدادهم يروحوا فرنسا، فمش لازم نخاف من الإرهاب. إرهاب موجود النهاردة مش في مصر أو في فرنسا، موجود في كل حتة، بس لازم كل واحد يعني هو وضميره ويكون مصر على أنه يكمل الحياة العادية كل يوم، ما أخذ شوية في عين الاعتبار ممكن يكون في خطر هنا ولا هنا، بس بصورة عامة مش لازم نخاف من الإرهاب. أنا يعني أبدا فرنسا مكونة من مسلمين، مسيحيين، يهود، كل الأديان. يعني دي ميزة فرنسا إنه فيها يعني بيسموه diversity، فكل الناس بيرحبوا بيهم يعني في فرنسا، وكل الناس بيحترموا القوانين، بيحترموا القوانين في كل بلد. زي جاي هنا في مصر مثلا بيحترم القانون المصري، وهناك في امريكا، في مكسيك، في جنوب افريقيا، في العالم كله. لا ما فيش اي حاجه زي كده، بالعكس في جاليه كبيره من المسلمين في فرنسا. مش لازم ندخل الدين في السياسه، وعارفه بصورة عامة ما فيش أي، عرفت قصد حضرتك إنه لو في مثلا حاجة، لا 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 لا، لا. في طبعا في موقف ضد داعش طبيعي، يعني داعش بعتوا ناس موتوا لغاية الساعة اللي بكلمكم 129 فرنسي، طبيعي إنه يكون في رد فعل ضد الطرف اللي بعتوا الناس عشان يعملوا إرهاب، بس غير كده لا، ما فيش اي حاجه بالنسبه للمصريين اللي في فرنسا. مصريين اللي موجودين، لا ابدا ما فيش اي حاجه ضد اي حد، صدقيني. بالعكس يعني مش بس في مصريين، في جاليات كتير في فرنسا من كل دول العالم، ما فيش اي حاجه ضد دول حاجات استثنائيه. يعني في فلان اكس مثلا راح يضرب فرنسا، طيب فرنسا هتاخد اجراءات ضد الشخص اللي قال، بس الباقي عايشين حياتهم العاديه، مش